هنفتح طبعا معانا برنامج الارك ماب زي ما احنا المفروض يكون معانا السوق، يعني الناس اللي كانت مخزنه ام اكس دي زي كده. انا كده كنت عامله ام اكس دي المره اللي فاتت اسمه تيست، ففتحته على طول. طبعا هيفتح على كل اللايرز بالسيمبولجي بتاعتها بالاخر حاجه احنا كنا واقفين عليها. اللي ما كانش عامل سيف للام اكس دي يبقى هيفتح ارك ماب عادي، وهيعمل اد داتا مره للصوره الساتلايت ايمج، ومره لللايرز اللي احنا نشتغل عليها. طيب احنا دلوقتي فتحنا الام اكس دي، فاول حاجه هنعملها هنعمل ستارت اديتنج. طبعا وهنبتدي المره دي بقى نعمل التارجت بتاعنا، هيبقى للبيلدينج عشان نبتدي نتدرب ان احنا نرسم على البوليجون. طيب مجرد ما عملت التارجت بتاعي على البيلدينج، خلاص السوفت وير هيعرف لوحده ان احنا هنشتغل بوليجون. فاللي هيحصل المره دي ان احنا بعد ما بنحط تاني فيرتكس هنلاقي الشكل معانا اصبح شكل مغلق، يعني مهما احط في فيرتكس لازم اخر نقطه تقفل مع اول نقطه عشان يديني شكل مغلق بالشكل ده. تمام كده. طيب هنرسم بيلدينج زي ده ازاي؟ نفس طريقة اللاين بالظبط، في آخر نقطة هعمل دبل كليك. اوكي مرة كمان وهعمل دبل كليك. اوكي طيب إلى حد ما المباني اللي عندي شكلها شكل مستطيلات شوية، فطبعا التول دي بالنسبة لي أنا ما بطلعش بإيدي مانيوال يعني أو بالبوليجون العادي، أنا ما بطلعش الشكل كويس زي ما هو موجود على الصورة. طيب أنا عندي حاجة اسمها construction tools ممكن استخدمها، بحيث وفي منها حاجه اسمها ريكتانجل. الريكتانجل ده يبقى مناسب جدا ان انا ارسم بيه المباني اللي واخده شكل منتظم زي دي. تعالوا نجرب كده. انا برضو التارجت بتاعي على البيلدنج زي ما احنا، وهنبتدي المره دي طبعا الديفولت بتاعه ان هو بيرسم البوليجون العادي، لا المره دي انا هستخدم ريكتانجل وهبتدي احدد بس اول ضلع، ومن هنا حدد المسافة اللي هيمشيها في الضلع التاني، وكده أصبح الشكل مغلق. طبعا اترسم على شكل بوليجون بس الزوايا الأربع زوايا اللي هنا كلهم واخدين زاوية قائمة. نجربه مرة تانية كده. أنا بحدد هنا طول أول ضلع، وبعدين طول تاني ضلع، والضلعين متقابلين ليهم ياخدوا زوايا قائمة. سهله كده. طيب انا بعد ما رسمت البيلدنج بتاعي او البوليجون بتاعي، طبعا عشان هو واخد لون من جوه فاحنا مش شايفين الصوره من تحته، فاحنا عايزين ان احنا بعد ما بنرسم نتاكد ان احنا مطابقين تماما للصوره. فيفضل وانا برسم في حاله زي دي ان انا اخلي السم بتاعي هولو، يعني ما فيهوش لون من جوه، اخليه اوت لاين بس. طيب هظبطها ازاي؟ هعمل دبل كليك على السيمبولجي من هنا، واختار مثلا حاجه زي كده هولو، واديها اوت لاين تخين شويه، واديها مثلا لون اصفر. احاول اتجنب الالوان الغامقه عشان الحدود بتاعه المباني بتاعتي على الصوره واخده لون غامق، وهقول اوكي. ممكن نوقف 5 دقايق كده نجرب الحاجات دي، واللي عنده مشكله ممكن يكتب لي في الشات. ايه اول حاجه نفتح برنامج الارك ماب، تمام، لان احنا لسه بنشتغل في الخطوه بتاعه الديجيتايزنج، فلازم نفتح الارك ماب. اوكي طيب اللي كان عامل من المره اللي فاتت عامل سيف من هنا للام اكس دي، يبقى هو خلاص هيعمل اوبن، هيفتح اوبن ويفتح على طول الام اكس دي اللي كان مخزنه، وهيبتدي يعمل ستارت اديتنج ويشتغل على طول. طيب اللي ما كانش عامل سيف للام اكس دي وكان عامل سيف اديت بس، طبعا لازم نكون من المره اللي فاتت زي ما اتفقنا عاملين سيف اديت. اللي ما عملش سيف اديت مش هيلاقي كل الرسم اللي احنا رسمناه واتمرنا عليه المره اللي فاتت. تمام. طيب بفرض ان احنا طبعا كنا المفروض عاملين سيف اديت مش مخزنين، مش عاملين سيف للام اكس دي، يبقى عادي جدا مفيش مشكله. هنفتح طبعا ارك ماب ونعمل اد داتا مره للساتلايت ايمج ومره لللايرز تاني. اوكي طيب عملنا الكلام ده، هنبتدي نعمل ستارت اديتنج. خلاص
اتفقنا المرة دي ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل على البوليجون، فانا هخلي التارجت بتاعي على البيلدينج. ليه؟ عشان اخلي السوفت وير بتاعي يبتدي يعمل ديجيتايزنج لبوليجون. تمام، ابتدينا نقول ان احنا عملنا التارجت بتاعنا للبيلدينج، وهعمل ديجيتايزنج زي ما كنت بعمل للروب بالظبط، بس المرة دي هيبقى الفيتشر اللي انا برسمه عبارة عن شكل مغلق او البوليجون. اوكي كده. طيب بالنسبة للمباني اللي واخدة شكل مستطيلات، يفضل ان انا ارسمها بحاجة اسمها ريكتانجل، اسهل واسرع وبيطلع الشكل بيرفكت زي الموجود في الصورة بالظبط. خلاص، يبقى انا برضو لسه عامل التارجت بتاعي على البيلدينج، بس بدل ما هو الديفولت بتاع البوليجون، لا انا هروح اختار ريكتانجل. خلاص، وابتدي اشتغل بالشكل ده. انا برسم اول ضلع، وبعدين بحدد الضلع التاني، وبعدين اعمل كليك. رسمت اول ضلع وحددت المسافه بتاعت الضلع التاني، وبعدين بسيب ايدي بعمل كليك، هو لوحده بيقفل الايه الريكتانجل ده. يلا نجرب تاني، واللي عنده مشكله يبتدي يكتب لي. الكلام اللي احنا قلناه دوت في حاله ان المباني واضحه على الصوره ان هي منفصله عن بعضها، يعني كل مبنى في مسافه بينه وبين المبنى اللي جنبه. تمام. طيب لو في حاله مثلا مباني متلاحمه زي الحاجات دي، يعني ايه مباني متلاحمه؟ يعني المفروض ان القطعه دي كلها عباره عن بلوك. تمام، بلوك يعني ايه بقى؟ يعني كل الضلع اللي بين كل مبنى والتاني مشترك ما بينه. طيب في الحالة دي أنا مش هينفع إن أنا أرسم كل مبنى على حدة بالشكل ده. طيب الأسهل والأصح إيه بقى؟ الأصح إن أنا أبتدي أرسم الريكتانجل يحوط البلوك كله من بره، وبعدين أبتدي أستخدم حاجة اسمها قط بوليجون عشان أبتدي أقطع البيلدينج على حسب العدد الموجود عندي في الصورة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا حالة زي دي، ده يعتبر إلى حد ما بلوك. تمام. طيب الاسهل ايه بقى؟ ان انا هستخدم الريكتانجل وابتدي ارسم البلوك كله مره واحده. تمام، بس بعد ما خلصت ما ينفعش اسيبه كده، لان هو كده بالنسبه لي كان ده وان بيلدينج. اوكي، لكن هو في الحقيقه بتاع حوالي 10 مباني لازقين في بعض. طيب امال اعمل ايه؟ ابتدي اروح اعمل سيلكت تاني على البوليجون ده، واستخدم تول بقى جديده اسمها قط بوليجون. اوكي، هبتدي اختار التول دي وابتدي افصل او اقطع البوليجون ده على حسب عدد المباني الموجودة عندي في الصورة. تمام، اول حاجة هعمل سيلكت تاني للريكتانجل، وهبتدي من هنا من حافة الضلع ده لحافة الضلع ده باستخدام التول بتاعت قط بوليجون، واعمل دبل كليك. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو قطع البوليجون الكبير ده لاتنين بوليجون. تمام كده. طيب اروح اعمل سيلكت للاتنين بوليجون تاني، وبرضه استخدم القط بوليجون، وابتدي اقطع المباني بس بالايه بالعرض. اوكي، طيب انا هروح هنا بدل ما كل مره اعمل دبل كليك وارجع استخدم التول تاني، لا انا هاخدهم كلهم مره واحده. تمام كده. فانا هروح بره، كل اللي بره السيلكت مش بيتحسب، يعني كل الفيرتكس دي كلها مش تعمل لي اي مشكله. اوكي، وابتدي من هنا اقطع بالظبط على الصوره. اوكي، واروح هنا اقطع كده واخرج بره، وبعدين اعمل فيرتكس تاني هنا، وبعدين اجي عند اخر ضلع عايز اقطعه او عند اخر بوليجون عايز اقطعه، من هنا الدبل كليك. شايفين كده السهوله والانجاز؟ تمام. تخيل كده لو احنا كنا كل بوليجون من ده بنعمله كرييت نيو فيتشر، ما كانش طبعا هياخد مننا الوقت القليل ده، وما كانش طبعا هنبقى ضامنين ان الحواف او الايدج بتاع كل بوليجون والتاني لازقين بالظبط مع بعض. اوكي، طيب هنعيدها مره كمان عشان اللي ما خدش باله. هعمل سيلكت عليهم كلهم واعمل رايت كليك وديليت. اوكي، هنبتدي تاني في حاله بلوك زي ده. المفروض هعمل ايه؟ هستخدم ريكتانجل واروح اعمل مستطيل يحوط البلوك كله مره واحده، وهو لسه سيلكت كده اروح اخد التول اللي اسمها قط بوليجون، واروح عند حافه البلوك من هنا والحافه بتاعته من الناحيه الثانيه، واعمل دبل كليك. كده انا عملت ايه؟ كده انا قطعت البوليجون بالتول، فاحنا محتاجين نقطعه كذا مره بالعرض عشان نحدد عدد المباني دي كلها. اوكي، انا لسه
ماسكين التول بتاعت كات بوليجون، واحنا لسه سيلكت للاتنين بوليجون اللي عايزين نعمل لهم كات، واروح عند الحافة على حسب الصورة بقى قدامي واستخدم كات بوليجون، واروح بره واعمل القط للمجموعة التانية. اوكي كده، بعدين اجي عند اخر واحدة اعمل دبل كليك. ايه اللي حصل معايا؟ اللي حصل معايا انه كلهم، كل البلوك ده بقى متقسم لعدد المباني اللي موجودة، بس بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واصح طبعا اصح من ان انا اعمل كرييت نيو فيتشر. اوكي، ممكن نوقف برضو حوالي 8 دقايق كده نشتغل التمرين ده، اللي عنده مشكلة يكتب لي على الشات. اللي هيسأل قبل ما تسأله، الجزء ده فين في الصورة؟ احنا مش الجزء ده مش معاكم في الصورة، احنا تقريبا الجزء اللي معاكم في الصورة هو ده. اوكي، حاول تختار مثلا حاجة شبه كده، زي مثلا الجزء ده كده، واعمله اعتبره ان هو بلوك، وابتدي استخدم فيه كات بوليجون واقطع على حسب عدد المباني الموجود على الصورة. طيب، في سؤال بيقول ممكن الطريقة اللي بنوضح بيها المباني على الخريطة، وأعتقد إن هو المقصود إن أنا إزاي أحسن الريزوليوشن بتاع الصورة. هو مش ريزوليوشن طبعا، إزاي أحسن بس الـ أخلي البيكسلز سموث شوية. هعمل رايت كليك من على ساتلايت ايمج، بعدين بروبرتيز، ومن ديسبلاي الديفولت بتاعي بيبقى على النيرست، خليها بلينير وادوس ابلاي. اوكي كده الصورة اتحسنت شوية. خارج الموضوع بتاعنا تماما، فاحنا مش هنقدر طبعا نشرحه دلوقتي، ده درس كامل مش مجرد بس خطوة هنجاوب عليها. طيب، لو احنا عايزين نبتدي نستخدم نعمل ديجيتايزنج للبوينت، الموضوع سهل جدا طبعا، البوينت ما فيهاش ايديتنج كتير، فالموضوع ببساطة لما نحب نعمل ديجيتايزنج لبوينت هنعمل التارجت بتاعنا للاير تكون التايب بتاعها بوينت، تمام؟ زي المثل بتاع لاير لاند مارك عندنا، هنعمل التارجت كده، خلاص كده السوفت وير هيبتدي يفهم ان احنا بنحط بوينت، بس ده كده الموضوع بمنتهى البساطة. ممكن نغير السيمبولوجي بحيث تبقى واضحة، بس ده كده الديجيتايزنج بتاع البوينت. اوكي، طب الايديتنج بتاعها ايه؟ ما فيهاش اكتر من ان احنا نقدر الايديتنج بتاع ان انا اعمل لها ديليت، اعمل سيلكت عليها كده ورايت كليك ديليت، ده كده ايديتنج، او ان انا اعمل سيلكت عليها وبعدين اعمل لها موف، بس كده ما فيش اكتر من كده هنحتاج ان احنا نقوله في الايه، في البوينت. نسيب دقيقة كده بالظبط نجرب البوينت عشان هنبتدي ندخل في درس الاتريبيوت تيبل. اوكي، فعنده سؤال بالمرة، عشان احنا كده هنسيب الديجيتايزنج وندخل على درس جديد خالص اللي هو الاتريبيوت تيبل. اللي عنده سؤال في الديجيتايزنج يبتدي يسأل سريعا. طيب، في ناس بتطلب إعادة لموضوع الكات بوليجون سريعا كده،
عشان دي تبقى تالت مرة بنقوله. هنخلي التارجت بتاعنا على البيلدينج، تمام كده. بعدين من الكونستراكشن تولز هنا هنبتدي نختار ريكتانجل، بعدين ارسم ريكتانجل يحدد البلوك بتاع المباني، وهو لسه سيلكت كده اروح استخدم تول اسمها كات بوليجون تول، اهي ده مكانها من التول بار بتاع الاديتور. هروح اختار كات بوليجون تول، تمام، وابتدي احدد الايدج من هنا، بحط فيرتكس لغايه الايدج من الناحيه التانية بيست على الساتلايت ايمج طبعا. يعني ما اروحش احط الفيرتكس بتاعتي هنا، لا انا بمشي في السنتر بتاع الساتلايت ايمج، تمام، وابتدي احط الفيرتكس التانية بتاعتي واعمل دبل كليك. خلاص اللي بيحصل ايه، ان البوليجون اللي اتقطع هما الاثنين اتسابوا وهما سيلكتد، اوكي، وهما لسه سيلكتد كده ما اروحش بقى سيلكشن، اخش على طول على التول اللي انا ايه عايز استخدمها اوريدي. انا هبقى لسه البرنامج محتفظ بان هو ماسك الكات بوليجون. خلاص هبتدي احدد بناء على الصورة كده، وابتدي اقطع حسب عدد المباني اللي احنا شايفينها على الصورة. اوكي، خدهم مرة واحدة، مش محتاجين في كل مرة نعمل دبل كليك، انا هاخدهم كلهم على مرة واحدة، وفي اخر مرة بس هي اللي هعمل دبل كليك. الدرس بتاع الاتريبيوت تيبل، زي ما اتفقنا لو نفتكر كده في اول محاضره احنا قلنا الخطوات بتاعت اعداد المشاريع الجي اي اس، قلنا ان احنا اول خطوه لازم نبتدي نجيب السورس بتاع المشروع بتاعي، اللي هو احنا كاننا روحنا جبنا الساتلايت ايمج عشان نشتغل عليها. تاني خطوه عملنا كرييت للجيو داتابيز، وبعدين تالت خطوه ابتدينا نعمل ديجيتايزنج للفيتشرز اللي احنا شايفينها عندنا على الساتلايت ايمج. بعدين رابع خطوة بقى ان احنا هنبتدي نعمل ادخال للبيانات الوصفية داخل الاتريبيوت تيبل. خلاص، ايه الاتريبيوت تيبل ده؟ كل لير انشأناها من دول، من اللايرز دي، هي لينك بتيبل، كل لير ليها التيبل الخاص بتاعها، ماشي. لو عملنا رايت كليك على كل لير هنلاقي حاجة اسمها open attribute table، فيها ايه بقى؟ فيها التيبل اللي احنا انشأناه من الارك كاتالوج. لو تفتكروا ان احنا في كل لير من دي واحنا بننشئها كنا بنحدد نوعها ايه، اذا كانت لاين او بوينت او بوليجون، وكنا بنحدد او بنبتدي نعمل الديزاين بتاع الفيلدز اللي هيبقى موجود في الاتريبيوت تيبل. خلاص كده، ادي اللير بتاعت الروت، كمان عملنا رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل، احنا كده فتحنا التيبل الخاص باللير بتاعت الروت. طيب احنا كنا انشأنا الفيلدات اللي موجودة في اللير دي ايه، فيلد للنيم، وحددنا ان هو هيبقى تكست، وفيلد تاني للويت وقلنا ان هو هيبقى نمبر، وفيلد تاني للتايب وكان تكست، وفيلد تاني للماتيريال وبرضه كان تكست. اوكي كده، طيب عايزين نبتدي نتعلم ازاي ندخل بيانات جوه الاتريبيوت تيبل. كل فيتشر من اللي مرسوم دلوقتي عندنا هو ليه الريكورد بتاعه، يعني الفيتشر اللي انا هعمله سيلكت من هنا ايش هو الجهاز هنك تقريبا، تمام. هفتح اوبن اتريبيوت تيبل للير بتاعت الرود، الفيتشر اللي انا بعمله سيلكت من الرسم اوريدي اوتوماتيك بيروح يتعمل له سيلكت على الريكورد بتاعه. اوكي، كل فيتشر من دول هعمله سيلكت من هنا، هو يعني غالبا في مشكلة في طب انا هقفل الارك ماب تاني وافتحه، معلش. هنعمل start editing. ايه، كنا توقفنا عند ان احنا بنقول ان الفيتشر اللي هنعمل له select من الرسم هيتعمل له سيلكت اوتوماتيك للريكورد بتاعه، كل فيتشر من هنا ليه ريكورد بتاعه في التيبل. اوكي كده، والعكس يعني لو عملت سيلكت للريكورد ده هيروح يعمل لي سيلكشن في الرسم للفيتشر اللي هو كونكت بالريكورد ده. اوكي كده،
طيب من هنا بعرف عدد الفيتشرز اللي احنا رسمناه. انا كده رسم 24 فيتشر في اللاير بتاعت الرود، وعاملين سيلكت الواحد بس منهم one record يعني. طيب لو جيت عملت سيلكت لاكتر من فيتشر، خلاص هو هنا بيقول لي ان احنا عاملين سيلكت لاربعه فيتشر من اجمالي عدد 24 فيتشر مرسومين في اللاير بتاعت الرود. تمام، ممكن نسيب دقيقتين بس كده سريعا نجرب الحاجات دي قبل ما ادخل في حاجة تانية. دينا اي حاجة مرسومة عشان نجرب عليها ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل، يعني اللي مش هيبقى راسم هيلاقي التيبل بتاعه فاضي، مش هيلاقي فيه اي ريكورد عشان يدخل فيها بيانات. طيب لما ابتدي ادخل بيانات بقى المفروض انا اعمل ايه؟ فلنفترض ان الفرع ده اسمه صلاح سالم. طبعا المفروض اللي بيحصل في الشغل الحقيقي ان احنا كل البيانات في المشاريع اللي السورس بتاعها ساتلايت ايمج زي الحاله دي، البيانات اللي بتدخل في الاتريبيوت تيبل دي بتبقى بيانات جايه من الفيلد، يعني في حد بتاع سيرفي او مساح نزل الفيلد هو اللي جاب البيانات دي من الفيلد وابتدى يديها لنا على استمارات ورق، واحنا بنبص في الورقه اللي فيها البيانات اللي المساح جابها لنا من الفيلد وهنبتدي ندخلها في الاتريبيوت تيبل. تمام، طبعا ده اللي بيحصل في الواقع، بس احنا طبعا عشان الموضوع يعني بالنسبه لنا هنا هيبقى غير متاح، فاحنا هنفترض اي اسماء وخلاص هندخلها. تمام، طيب لو انت عايز تعمل شغل حقيقي فعلا مؤقتا يعني، انت ممكن طبعا بس خارج المحاضرة هتبتدي من اد بيز ماب، هتبتدي تنزل حاجة اسمها اوبن ستريت ماب، هتلاقي الخريطة اللي هتظهر مكتوب فيها اسماء الشوارع، فانت ممكن تستعين بان انت تدخل الفيلد بتاع النيم بناء على الطريقة دي. تمام كده، طيب انا هكتب باسم الشارع ده ازاي؟ هبتدي بمجرد ما انا عملت له سيلكت من الرسم زي ما اتفقنا يتعمل له سيلكت من الريكورد بتاعه، هاجي عند الخليه بتاعه الريكورد ده بس في الفيلد بتاع النيم، هعمل عليه كليك من هنا وابتدي ادخل الاسم. فلنفترض ان ده اسمه صلاح سالم، طبعا بيقبل العربي وانجليش عادي. تمام كده، طيب ده مثلا طلع ان هو اسمه شارع التحرير، فيبقى انا هروح اعمل سيلكت للشارع ده فهيتعمل له سيلكت اوتوماتيك للريكورد بتاعه، واروح عند السيل بتاعت النيم وابتدي اكتب هنا تحرير. وهدوس انتر. تمام، تمام عملت سيلكت للشارع ده فهيتعمل له زي ما اتفقنا سيلكت من الريكورد ده، اروح عند الخليه دي واكتب مثلا عمرو اي حاجه طبعا واقول ايه وندوس انتر. تمام، طيب عايز ادخل التايب بتاعه، يبقى انا هروح عند نفس الريكورد اللي معمول له سيلكت واجي عند التايب واكتب التايب بتاعه ايه. طيب عايز ادخل الماتيريال، يبقى انا هاجي عند الماتيريال واكتب الماتيريال بتاعتي ايه، طبعا ده عشان هو تكست. طب تعالى هنا جرب في الويتس دخل حروف، مش هيقبل طبعا لان احنا انشأنا الفيلد بتاع الويتس ده على ان هو نمبر، يبقى هو ما بيقبلش غير ارقام. اوكي كده، تعالى بقى ابتدي في الويتس دخل له مثلا رقم 50 ودوس انتر. تمام، قبل عادي كده. 5 دقايق كده نجرب الحاجات دي عشان ندخل في اللي بعده. الاتريبيوت تيبل احنا ممكن نستنى دقيقتين بس كده عشان لو حد عنده مشكلة واجهته في التمرين يقول لنا، وبعدين هعيد سريعا قبل ما ادخل في الحاجة الجديدة. بس زي ما اتفقنا ان الاول لازم يبقى عندي رسم،
طول ما انا ما عنديش رسم هفتح الاتريبيوت تيبل ده مش هلاقي فيه اي ريكورد، تمام؟ لان الريكورد دي بتنشأ لما برسم نيو فيتشر. يعني احنا هنا واقفين عند ريكورد رقم 32، لو جيت رسمت فيتشر تاني اوتوماتيك بينزل لي ريكورد رقم 33. خلاص كده، يبقى بالتالي ان انا طول ما احنا مش راسمين احنا مش هيبقى عندنا ريكوردز ندخل فيها البيانات او نسجل فيها البيانات. اوكي كده، دي اول نقطه. تاني نقطه، احنا اتفقنا ان كل لير من دي هي لينكد بتيبل، يعني لو عملنا اوبن اتريبيوت تيبل على اي لير هتفتح لي الجدول اللي هدخل فيه البيانات الوصفيه، تمام؟ هبتدي افتح الاتريبيوت تيبل بتاع الرود. الفيتشر اللي بعمل له سيلكت من الرسم بيتعمل له سيلكت من التيبل، والعكس يعني لو عملت سيلكت للريكورد ده لي سيلكت لي على الرسم او على الجيومتري، تمام كده. طيب بدخل الداتا ازاي؟ ببتدي اسيلكت الاول على الشارع اللي انا عايز ادخل على سبيل المثال الاسم بتاعه، لازم اسيلكت عليه الاول عشان يعمل لي سيلكت لي للريكورد بتاعه، لان انا طبعا طول ما انا مش عامل سيلكت انا مش عارف هو الريكورد بتاعه فين من كل دول، تمام كده. اول ما عملت عليه سيلكت هو اتعمل له سيلكت في التيبل، فابتدي افتح السيل بتاعه الريكورد ده بس في الفيلد بتاع النيم، وابتدي ادخل اسم الشارع ده ايه. اوكي كده، طيب ده الاعاده سريعه للحاجات اللي احنا قلناها. طيب المفروض في واقعيا ان انا كل شارع من دول اكيد هيبقى ليه اسم مختلف، فالمفروض ان انا يعني اكتر فيلد هتعب في الادخال بتاع البيانات بتاعته هو فيلد النيم. ليه؟ لانه في كل مره هيبقى عندي فاليو جديده. اوكي، في حين ان مثلا على سبيل المثال الفيلد بتاع التايب وبتاع الماتيريال هيبقى فيهم بيانات مشتركه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي ثلاثة تايب بس، ثلاث انواع للشوارع في المنطقه بتاعتي. اوكي كده، فكل مجموعه هيشتركوا مع بعض في نوع للشارع او تايب للشارع، او هيشتركوا مع بعض في ماتيريال واحده للشارع، تمام كده. طيب احنا عايزين نسهل على نفسنا، انا مش عايزه ادخل كل السل على حده زي ما عملت في النيم. ليه؟ لان انا عندي زي ما اتفقنا كل مجموعه خلايا هيبقوا مشتركين في نفس الايه، مشتركين في نفس الفاليو. طيب هعمل ايه الاول؟ انا هتعب شويه في السليكشن، تمام. فهبتدي مثلا اعمل سيلكت للشوارع للتايب بتاعها برايمري. اوكي، طبعا احنا بنقاد تو سيلكت ازاي؟ بنعمل شيفت من الكيبورد. خلاص انا عملت سيلكت الاول شارع، عشان اقاد تو سيلكت هعمل ايه؟ هعمل شيفت من الكيبورد. تمام كده، فلنفترض ان دي الشوارع اللي نوعها برايمري في المنطقة بتاعتي. خلاص، طيب ادخلهم ازاي بقى؟ ادخل البيانات ازاي؟ انا عندي كمان في حاجة اسمها اتريبيوت من الايكون بتاعت الاديتور. طيب ده وظيفته ايه؟ انا لو جيت فتحت هنا يفتح لي الاتريبيوت تيبل، هو بالظبط اللي من اوبن، اللي من رايت كليك على اللاير اسمه اوبن اتريبيوت تيبل، تمام. يعني اللي هبتدي البيانات اللي هدخلها هنا هتظهر هنا، مفيش اي اختلاف. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق ان الاتريبيوت ده بستخدمه في ادخال البيانات فقط لاهير، هي دي بس وظيفته. لكن الاوبن اتريبيوت رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل ده انا من هنا بستخدم بقيه كل الفانكشن الخاصه بالاتريبيوت تيبل، يعني بعمل بقى كالكوليت، بعمل سمرايز، كل الحاجات دي كلها ما بتتعملش غير من رايت كليك اوبن اتريبيوت تيبل. اما الاتريبيوت الايكون دي اللي موجوده في الاديتور تول بار دي وظيفتها ادخال بيانات فقط لاهير، ما فيهاش اي فانكشن ثانيه اقدر استخدمها. خلاص، طيب هتساعدني بايه بقى؟ زي ما اتفقنا ان احنا كده عملنا سيلكت لكل الشوارع اللي انا عايزه اديها الفاليو اللي اسمها برايمري. خلاص، فبدل ما اقعد، احنا دلوقتي عاملين سيلكت لسبعه فيتشر، فبدل ما اقعد اكتب سبع مرات كلمه برايمري، لا انا هعمل عليهم سيلكت ليهم كلهم الاول، وبعدين من هنا من الاتريبيوت اروح اعمل سيلكت على من فوق. اوكي، هو بيسيب لي سيلكت الوان فيتشر من السبعه دول. فلو انا دخلت على طول على التايب هنا وكتبت برايمري، فهو هيفهم ان انا بدخل القيمه دي للشارع اللي معمول له سيلكت بس، لا انا عايز افهمه ان احنا عايزين ندخل القيمه دي للسبع شوارع اللي معمول لهم سيلكت. يبقى انا المفروض اروح ايه؟ اروح اسيلكت على الروت كلها.
اوكي. طب ولما سيلكت على الروت بقى كلها، هو هيشتغل ايه؟ هيشتغل على السبعه السيلكت فقط، هو مش هيدخل لي كلمه برايمري للاربعه او لل25 فيتشر، لا هو هيدخلهم للسيلكت بس اللي هم السبعه. تمام كده؟ يبقى انا بروح اعمل سيلكت للروت، وبعدين اروح من هنا عند الفيلد بتاع البرايمري، الفيلد بتاع التايب، ابتدي اكتب كلمه برايمري. وبعدين ادوس انتر. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كلمه برايمري دخلت هنا مره واحده، لكن واقعيا ايه اللي حصل؟ ان هي دخلت سبع مرات للسبع فيتشر اللي معمولهم سيلكت. اوكي. طيب لو حبيت ادخل مجموعه تانيه مثلا للشوارع السكندري، هبتدي الاول اعمل سيلكت ليهم. تمام. فلنفترض ان دول الثمان شوارع اللي انا عايزه ادخل لهم القيمه بتاعه السكندري او الشوارع الفرعيه. بنفس الطريقه احنا فاتحين الاتريبيوت تيبل اللي هي الايكون بتاعته من هنا، وادوس على او سلكت على كلمه رود من فوق، وبعدين اجي عند الفيلد بتاع التايب اكتب كلمه سكندري. بعدين ادوس انتر. اللي حصل ايه؟ ان كلمة secondary دخلت اوتوماتيك مرة واحدة للسلكت فقط لا غير، يعني كلمة secondary ما دخلتش لأي حاجة تانية غير للايه؟ للريكورد اللي معمول لها selection. خلاص ممكن نجرب الحتة دي سريعا، واللي عنده مشكلة برضو يبلغني. طيب في سؤال، يعني حد بيسأل ازاي يحدد ريكورد، يعني اوكي هو انت عايز تسأل ازاي بنحدد بالترتيب او مش بالترتيب بس للريكورد. طيب نبص مع بعض الجزء ده. انا كده بحدد one record. تمام. طيب لو عايز احدد اللي بعدهم بنفس الترتيب، يبقى انا من الجزء الصغير ده بشد كده بالماوس، انا كده حددت كل دول بنفس الترتيب. تمام. طيب افرض ان انا مش عايزه احدد بالترتيب، يبقى انا بسلكت على الريكورد اللي انا محتاجها، وبعدين من الكيبورد بدوس كنترول. اوكي. كل ده احنا بيقات وسلكت بس مش ورا بعض، استخدام كنترول من الكيبورد. اوكي كده كده احنا عملنا كذا سيلكشن بس مش ورا بعض. طيب لو انا برضو عايزه احدد اكتر من ريكورد بس بالترتيب، يبقى انا بمسك اول ريكورد وبعدين اخر ريكورد بس باستخدام شيفت من الكيبورد. طبعا انا كده دايسين على شيفت، يبقى كده هو حددهم بالترتيب. برضو ممكن نجرب الجزئيه دي، اللي عنده مشكله يقول. خلاص زي ما اتفقنا كده ان الاتريبيوت ده اللي بيجي من الايكون دي خلاص كده مهمته بتنتهي. طبعا لو احنا برضو الفيلد بتاع الماتيريال برضو من الفيلدز اللي هي مشتركه، فبرضو بنفس الطريقه هحدد مجموعه الشوارع اللي هيدخل لها نفس الفاليو. طبعا انا بتعب في السليكشن. اوكي انا عملت سيلكت عشوائي بس عشان المثل يوضح، لكن لو احنا في شغل حقيقي احنا بنبقى ماسكين معانا الخريطه المطبوعه اللي احنا يعني كنا راسمين وبعدين طبعناها عشان المساح ينزل بيها الفيلد، وبعد كده المساح بيجي من الفيلد كانت جايب الخريطه ومدي على الخريطه سيريال نمبر، وفي الاستماره موضح كل رقم بيحتوي على ايه. يعني مثلا مدي للشارع ده رقم واحد بس على الخريطه، وبعدين في الاستمارة كاتب لي رقم واحد ده ايه البيانات اللي هتدخل في الاتريبيوت تيبل بتاعه. خلاص فاحنا بنبقى قاعدين كده في الشغل فاتحين الداتا بتاعتنا تاني على الجهاز. اوكي. وفاتحين معانا الخريطة المرسومة اللي كانت مطبوعة وجات من الفيلد، ونبقى فاتحين معانا الورقة او الاستمارة اللي المساح مفرغ فيها البيانات من الفيلد. تمام. فاتحين الثلاث حاجات دول كده كلهم مع بعض.
فبنعمل سيليكشن بناء على ايه؟ بناء زي ما موجود على الخريطه، انا مش بدخل عشوائي او مش بدخل البيانات بتاعتي اي حاجه، تمام؟ فاحنا الوقت الاكبر هو بيضيع في السيليكشن، ان انا اعمل سيليكت للشوارع اللي ليها نفس الفاليو المشتركه. خلاص انا كده عملنا سيليكشن للشوارع مثلا اللي الماتيريال بتاعها اسفلتي، تمام، وبنفس الطريقة فاتحين الاتريبيوت الصغير ده، وبعدين هنعمل سيلكت على كلمة رود من فوق، بس المرة دي بقى هستخدم الفيلد بتاع الماتيريال. خلاص وهكتب هنا اسفل. خلاص هدوس انتر، القيمة دي دخلت لكل الريكورد سيلكتد في فيلد الماتيريال. خلاص وهبتدي اشتغل مثلا المجموعة الشوارع اللي هتاخد الماتيريال بتاعها داستي مثلا، نفس الطريقة من فوق هنا في الماتيريال هبتدي اكتب داستي وادوس انتر. تمام كده، وكده مهمة الايكون بتاعت الاتيبوت دي كده بتكون انتهت، هي مش هنستخدم فيها اكتر من كده. تمام. طيب افرض بقى ان احنا مش عايزين نستخدم الاتريبيوت ده، هل ده ما بنقدرش نعمله باستخدام اوبن اتريبيوت تيبل؟ لا طبعا نقدر نعمله، لان زي ما اتفقنا ان اوبن اتريبيوت تيبل دي هي الاشمل، هي اللي فيها كل الفانكشن الخاصه بادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل. طيب ممكن نستخدم ازاي؟ لو جيت هنا مثلا على الفيلد بتاع الماتيريال وعملت حاجة، استخدمت حاجة اسمها فيلد كالكليتر. خلاص لو القيمة اللي انا عايزة ادخلها، احنا هنا نستخدم التول بتاعت فيلد كالكليتر عشان ابتدي ادخل بيها القيم بتاعت الاتريبيوت تيبل. تمام كده، انا دلوقتي عملت سيلكت على الماتيريال خلاص، وعملت منه هو فيلد كالكوليتر، يبقى هو كده السوفت وير هيفهم من ايه ان انا القيمه اللي هدخلها دي هتدخل في فيلد ايه؟ في فيلد الماتيريال. تمام. طيب لو القيمه اللي انا هدخلها دي عباره عن تيكت، يبقى لازم احطها ما بين دبل كوتيشن. لو القيمه اللي هدخلها دي عباره عن نمبر، يبقى انا بكتبها على طول. خلاص ايه الدبل كوتيشن دي؟ اللي هي علامات التنصيص، بتيجي منين؟ من الكيبورد، شيفت وحرف الطه. لو بصينا كده على الكيبورد عندنا هنلاقي حرف الطاء عليه زي فصلتين كده صغيرين من فوق. تمام، هي دي اسمها علامات التنصيص او الكوتيشن. خلاص فهبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي ادوس شيفت مع حرف الطاء من عندي على الكيبورد عشان ابتدي احط دبل كوتيشن. خلاص انا عملت مرتين، وبعدين بالاسهم هدخل في النص ما بينهم. هي لو عملت واحده كوتيشن وكتبت الحروف اللي انا عايز اكتبها وبعدين عملت كوتيشن تانية، خلاص هي بالظبط. فانا عملت دبل كوتيشن ودخلت بالسهم في الوسط ما بينهم. خلاص وهبتدي اكتب مثلا هنا اسفلت وادوس اوكي. خلاص كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو دخل القيمة دي للفيلد كله لكل الريكورد. طيب اذا بستخدم الاوبشن ده لما اكون انا عايزه ادخل القيمه للفيلد كله. طب افرض ان انا مش عايزه ادخل القيمه لكل الفيلد، انا هدخل لمجموعه من الفيتشرز فقط لا غير، مش عايزه ادخل لهم كلهم، يبقى انا هعمل ايه؟ الاول لازم اعمل سيلكشن. خلاص هستخدم الايديت تول دي اللي بنعمل بيها سيلكشن، وهبتدي احدد الفيتشرز او الشوارع اللي انا عايزه ادخل لها القيمه الجديده. خلاص كده يبقى احنا كده عملنا سيلكت للشوارع اللي انا عايزه ادخل لهم القيمه اللي بخلاف الاسفلت. تمام، زي ما اتفقنا في ادخال البيانات في الاتريبيوت تيبل، يعني تقريبا الوقت الاكتر والمجهود الاكتر بيضيع في السيلكشن، يعني انا ازاي بنتقي الفيتشرز اللي هتاخد نفس الفاليو. تمام، لكن ادخال الفاليو متكرر الموضوع سهل جدا، معانا تولز كتيره قوي بتسهل علينا الموضوع. خلاص يبقى انا كده تعبت. طبعا لو شغل حقيقي زي ما اتفقنا انا بعمل
سيليكشن بناء على ايه؟ بناء على الداتا اللي جايه لي من المساح، تمام؟ مش بعمل سيليكت عشوائي زي ما احنا بنعمل دلوقتي. خلاص انا كده اخترت المجموعه اللي هدخل لهم القيمه بتاعه داستي اللي هي الماتيريال بتاعهم ترابي، خلاص كده. وهستخدم برضو، هاجي عند الفيلد بتاع الماتيريال، هعمل من عليه رايت كليك واستخدم فيلد كالكوليتور برضو، والمره دي هدخل داستي، تمام؟ طيب بس ايه اللي هيحصل المره دي بقى؟ مش القيمه الجديده مش هتدخل ليهم كلهم. ليه؟ لان احنا عاملين سيلكشن. فلو انا عملت سيلكشن لبعض من الريكورد، يبقى التول دي هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على السيلكتد فيتشر بس. لو احنا مش عاملين سيلكشن، يبقى التول دي بتشتغل على ايه؟ على الفيلد كله بلا استثناء، تمام؟ تاني، يبقى الفيلد كالكوليتور دي بتعمل ايه؟ لو احنا مش عاملين سيلكت لمجموعه من الريكوردز، يبقى هو هيفهم ان انا بدخل الفاليو دي للفيلد كله بلا استثناء. طيب لو احنا عاملين سيلكشن لمجموعه من الريكورد، او حتى ان شاء الله حتى الريكورد واحد، يبقى اذا فيلد كالكوليتور دي هتشتغل ايه؟ هتشتغل على السيلكتد فقط لا غير. خلاص يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل شيفت ودبل كوتيشن، وادخل بالسهم في النص، وابتدي اكتب داستي. وهندوس اوكي. اللي حصل، اللي معمول لهم سيلكت فقط لا غير، هم اللي خدوا القيمه الجديده بتاعت الداستي، تمام؟ يلا نبتدي نجرب. اللي عنده مشكله برضه يكتب في الشات. اللي هو ده الاوبجكت اي دي، هو ده احنا مش بنعمله، ده البرنامج هو بيعمله باي ديفولت، تمام؟ يعني لا احنا اللي بنعمله ولا احنا اللي بندخل الارقام او الفاليوز الموجوده فيه. خلاص كده، يبقى احنا كده اتفقنا ان هي دي الطريقه اللي احنا بنعمل ادخال فيها البيانات، يا اما باستخدام اوبن اتريبيوت تيبل، يا اما باستخدام اتريبيوت صغير، تمام؟ طيب من رايت كليك عندنا حاجه اسمها سورت اسندنج وديسندنج، تمام؟ يعني ترتيب تصاعدي وترتيب تنازلي. ده بيشمل الحروف وبيشمل الارقام. يعني ايه؟ يعني لو انا في ارقام، يبقى هو بيرتب من 1 لـ10 او من 1 لـ100 على حسب طبعا الارقام اللي عندي، او تنازلي من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، يعني من 100 لـ1 او من 10 لـ1، تمام؟ طيب لو هي حروف سواء عربي او انجلش، برضو ده بيسري على الحروف من A لزد، او من الف للياء وهكذا، او من زد لA، تمام كده؟ فتعالوا نجرب دي. لو انا جيت هنا عملت sort ascending، ايه اللي حصل؟ رتب بالاول من اصغر رقم لغايه اخر اكبر رقم. طيب لو عملت كده sort descending، خلاص يبقى هو كده ابتدى يرتب الارقام من الكبير للصغير. طيب لو جينا عند حاجه فيها حروف، طبعا لو احنا يعني معانا داتا كتيره موجوده، طبعا المثل هيوضح اكتر يعني، بس طبعا انا بقول بس هو بيعمل ايه، وانتم طبعا المفروض تتخيلوا ايه اللي بيحصل لو انا معايا داتا كبيره يعني. اوكي، ادي السورت عمل من الاي لغايه الدي، وديسندنج من الدي لغايه الاي، تمام كده؟ طيب الحاجات دي برضو مش عايزين برضو نضيع فيها وقت. طيب ممكن نقول بس statistics، لو احنا عايزين ناخد احصائيات عن الداتا اللي موجودة عندنا، هنبتدي نستخدم statistics، فيبتدي بس يدينا شوية أرقام إحصائية عن الموجود عندنا في الفيلد ده، عدد الحاجات الموجودة في الفيلد. طبعا هو هنا بس اشتغل على السلكتد، فاحنا ممكن نعمل كلير سلكشن عشان يدينا statistics عن الفيلد كله. فابتدى يدينا
العدد الفيتشر، وابتدى يدينا المينيموم، الرقم المينيموم، رقم الماكسيمم، والسميشن مثلا مجموع الاطوال بتاعت الشوارع دي، والمين بقى، والستاندرد، ستاندرد ديفيجن، والحاجات دي كلها. طبعا الارقام دي ممكن نستخدمها ان احنا ندخلها في معادلات بعد كده، تمام؟ يعني مثلا السميشن ده احنا كان هيبقى صعب جدا الرقم ده ان احنا نحصل عليه، لان احيانا بنبقى محتاجين الارقام دي تدخل طرف من اطراف المعادلات لو احنا نعمل ايكويشن على الداتا دي، تمام؟ طيب احنا ممكن نستخدم فيلد كالكوليت كمان، ان احنا نعمل معادلات زي ايه مثلا، زي ان احنا عندنا الشوارع دي الارقام دي اللينس ده بتاعها موجود بالمتر، فاحنا مثلا عايزين نحوله لكيلومتر، خلاص؟ طيب بنحول من متر لكيلومتر ازاي؟ بنقسم على 1000، خلاص؟ هعمل ايه بقى عشان اعمل حاجة زي كده؟ الاول هعمل stop editing. طبعا كل اللي احنا البيانات اللي احنا دخلناها في الاتريبيوت تيبل دي كانت دهت، لازم ادوس yes او ادوس save edit، خلاص قبل ما اقفل كل ده احنا لازم نبقى عاملين start editing عشان ندخل بيانات في الاتريبيوت تيبل، ونعمل save edits عشان نحتفظ بيها. خلاص هبتدي بس ازود فيلد جديد لللينس بالكيلومتر عشان ابتدي ادخل فيه القيم بالكيلومتر مش بالمتر، تمام؟ هاجي من هنا من تيبل اوبشن، ابتدي استخدم حاجه اسمها اد فيلد، وهسمي الفيلد ده لينس بالكيلومتر. اخلي اللايف دبل وهنقول اوكي، تمام كده. طيب هبتدي اشتغل بقى على الفيلد اللي احنا انشأناه ده مع بعض، اعمل هو اللي من عليه رايت كليك. ليه؟ لان انا عايز القيم اللي الجديده اللي هتدخل هتدخل في الفيلد الجديد، خلاص؟ يبقى انا بعمل من عليه هو رايت كليك واستخدم فيلد كالكوليتر، تمام كده. طيب المعادله بتاعتي هتكون ايه؟ انا هعمل اول كلير لده، هو محتفظ طبعا بالحاجه اللي احنا كنا استخدمناها قبل كده، فانا هعمل كلير عشان ابتدي اكتب حاجه جديده، خلاص. هبتدي من هنا اقول له ان انا هستخدم الشيب لينس، يعني الارقام اللي موجوده في الشيب لينس على علامه الاسم يعني، وبعدين اكتب 1000، وبعد كده هندوس اوكي. لاحظ 1000 وكتب لي الناتج بتاعه هنا، يبقى انا ما تعبتش اطلاقا ولا استخدمت كالكوليتر من بره، انا وهي الارقام اللي موجوده عندي باستخدام التول بتاعت فيلد كالكوليتر قدرت احصل بيها على نتائج جديده. ممكن نجرب برضو الجزئية دي 5 دقايق كده، واللي عنده مشكلة برضو يبتدي يكتب لي في الشات. نعمل فيه فيلد كالكوليت لللينس ونحولها لكيلومتر، وهنقفل الجزئية دي. حاجات يعني يعتبر بسيطة جدا، زي ان احنا طبعا في الاتريبيوت تيبل نقدر نتعامل معاه زي ما بنتعامل مثلا في الاكسل او كده، يعني ممكن طبعا عندنا امكانية ان احنا نوسع الفيلد ونضيقه، وان احنا نعمل يعني نحرك الفيلز يعني نغير الترتيب بتاعها زي كده، تمام. طيب لو حبيت بقى ارجع تاني للديفولت، الويتس الديفولت والترتيب الديفولت، هعملهم تاني ازاي؟ هرجعهم تاني ازاي؟ من تيبل اوبشن عندي حاجه اسمها ريستور ديفولت كولوم ويتس، كده رجعهم كلهم بنفس السايز بتاعهم او بالعرض بتاعهم زي ما المفروض الديفولت بتاعه على السوفت وير. طيب لو عايزين نرجع تاني الترتيب بتاع الفيلد ازاي ما احنا انشأناها، هبتدي برضو من تيبل اوبشن هعمل restore default field order، خلاص فهيبتدي يرجع لي تاني الترتيب الفيلد زي ما احنا انشأناها. طبعا واحنا بنشتغل ليك مطلق الحرية ان انت ترتب زي ما انت عايز، لان انت احيانا بتبقى مثلا عايز 2 فيلد ورا بعض تقارن ممكن، او ان انت تضيق وتوسع حسب عرض الداتا اللي داخله، اوكي. فلو حبيت ترجعهم تاني على الديفولت هتستخدم الاتنين اوبشن دول، اوكي. عندي اوبشنز تانية ان انا ممكن اخفي
فلدات معينة. طيب بستخدم حاجة زي كده امتى؟ احنا طبعا لو يعني احيانا في مشاريع كبيرة بيبقى معانا فلدز كتيرة جدا وعاملة زحمة على الفاضي، واحنا مثلا هنشتغل في فلدز عددها قليل، فانا مش محتاج يبقى قدامي زحمة. طيب هتحكم ازاي في الموضوع ده؟ هبتدي من هنا اعمل تيل فيلد اوف، انا كده ابتديت اخفي بعض من الفيلدز. تمام، انا بخفيهم من قدامي مش بعملهم ديليت، تفرق جامد. انا بس بحاول ان انا اعملهم اوف، بشيلهم بس من قدامي. تمام، بس لو حبيت ارجعهم هعمل ايه؟ من تيبل اوبشن برضو هبتدي من هنا تيرن اول فيلدز اون، خلاص كل اللي قفلتهم هيبتدوا يتفتحوا تاني. خلاص اون واوف ان انا بخفيهم بس من قدامي وبرجعهم، لكن اوعى تعمل ديليت. تمام، ديليت دي معناها ايه؟ ان انا هعمل ديليت للفيلد ده بالداتا اللي فيه من الداتا بيس. خلاص هو مش ديليت فيلد دي غير لما اكون فعلا عايز امسح الفيلد ده، انا مش محتاج البيانات اللي فيه. خلاص ناخد بالنا كويس من الحتة دي، ما نعملش ديليت فيلد لما نكون عايزين نخفي التيبل، نخفي الفيلد من قدامنا، نخفيه مؤقتا. تفرق تيرن فيلدز اوف عن ديليت فيلد. ديليت فيلد دي خلاص كده مش هيرجع تاني، ولا في اندو ولا في اي حاجة. تمام كده، ممكن دقيقتين كده نجرب الحاجات الصغيرة دي، والمفروض ان احنا كده هنقفل الدرس بتاع الاتريبيوت تيبل، ونسيب 10 دقايق كده للأسئلة، بس مش عايزين نطول لان انا بس عندي ميعاد على طول بعد ربع ساعة. خلاص دقيقتين كده نكمل التمرين ده وبعدين نفتح المناقشة 10 دقايق. وفي سؤال بيقول عندي مشكلة كل ما بفتح الاد بيز ماب او الاد فروم البرنامج بيفصل ويجيب لي المسج اللي بعتها في الصورة اللي فاتت دي اللي هي ايمج. حضرتك فاتحة الشات؟ هي في حد تقريبا بيقول ان عنده مشكلة في مسج بتظهر له في الصورة اللي بعدها. تمام هو من الصورة ان هو عنده سؤال، يا اما يعمل ريز هاند يا اما يكتب على الشات. تمام، في سؤال بيقول ايه الموضوعات المفروض اغطيها عشان اكون جاهز للعمل. طبعا احنا يعني المفروض نبقى مغطيين الحاجات البيزكس في الارك جي اس، زي الاربع دروس اللي احنا اتكلمنا عليهم في المستوى ده او في الكورس ده، بلس كمان ان احنا نستكمل الحاجات المختصه ببيلدينج الجي داتا بيز زي السب تايب والدومين مثلا. نتعلم كمان ازاي نعمل ريليشن ما بين التيبلز. التوبولوجي كمان حاجة مهمة جدا. تمام، وخصوصا يعني لو احنا مبتدئين في الغالب هتكون يعني اللي هيشتغل لو هو مبتدئ هيبقى جاي اس سبيشاليست، فوارد جدا ان هو التاسك بتاعه يبقى ديجيتايزنج واديتنج. طبعا اهم حاجة للمبتدئ هو درس الديجيتايزنج والاديتنج، هي اكتر حاجة يعني سوق العمل بيحتاجها لو في للمبتدئين طبعا. فطبعا اللي بيعمل ديجيتايزنج واديتنج المفروض ان هو يراجع على الشغل بتاعه بالتوبولوجي، فبرضه التوبولوجي من الحاجات المهمه. ممكن كمان نستكمل باللاي اوت، يعني كيس مثلا ان احنا بنحتاج نطبع خرائط مثلا في الشغل او حاجه، فنبقى برضه عارفين اللاي اوت.
ممكن يعني متهيألي دي كده أهم الموضوعات اللي لازم نبقى مغطينها واحنا مبتدئين. يا دكتور جزاكم الله خيرا، هل في حد عنده أي أسئلة ممكن يعمل ريز هاند؟ هل في أي سؤال تاني عشان قبل ما نقفل ونختم المحاضرة اليوم؟ طيب، واحنا في سؤال بيقول ايه الملاحظات اللي احنا المفروض نراعيها واحنا بنعمل قاعدة البيانات عشان نحفظ كباكج؟ لا، هو يعني هو ما فيش ملاحظات معينة، انت بس مجرد ما بتخلص الداتا بتاعتك، يعني بترسم وبتخزن وبتسيب، تقدر تعمل حفظ باكج عادي، يعني مش ما فيش حاجات معينة لازم نراعيها. وهو عامة لو في اي مشكلة، هو وانت بتعمل باكج بيقول لك ايه المشكلة اللي حصلت عشان تبتدي تصلحها. باشمهندس احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صراحة ما عندي سؤال، أنا بس حابب أشكر الدكتورة يعني شكر كبير، وأشكر الإخوة في التنظيم على المجهود الجيد جدا لنا يعني. جزاكم الله خير. وبسأل لو سمحتوا، حيكون في، لأنه كان معلن إنها حتكون 4 محاضرات فقط، فبسأل حيكون في مواصلة في نفس الدورة لمحاضرات قادمة ولا لا؟ تمام. طيب، هو ميرسي جدا طبعا على الكلام الجميل ده، ربنا يبارك فيه كلكم. هو يعني المفروض دي اخر محاضرة كده، لو في تنظيم تاني لسلسلة دروس تانية يعني هنعلن عن كده، سواء بالنسبة للكورس ده، دي كده المفروض ان هي دي اخر محاضرة. اوكي تمام خلاص، بس افيدونا لو سمحتوا، حتى لو في الدورات الادفانس يعني بعد نطبق على البيزكس دي، بعد نطبق ونكتشف فيها كل المهارات، فاكيد الواحد حيحتاج انه تو ادفانس السكيلز بتاعته. خلاص تمام. انتوا حضراتكم طبعا يعني تبقوا معانا على صفحة جي اس اكاديمي، وتبقوا على صفحة بيم اريبيا، يعني ان شاء الله تابعونا كده باستمرار، ولو في اي حاجة جديدة هنعلن عنها بإذن الله. تمام إن شاء الله، مشكور، الله يكرمك. شكرا. الله.